أمر القضاء يخرج عن صمته. نشر اليوتيوبر والمصور عمرو القضاء صديقة مروان مجموعة من الستوريات على السناب شات يوضح تلك الستوريات اللي نشرها على الانستغرام انه لما حدا يعزمه ما رح يروح. الجمهور فكر انه عمرو القضاء عم يقصد نور سارز انه هي ما عزمته على حفلتها. ايضا الجمهور توقع انه يمكن خلاف بيجمعه مع غيت مروان، لذلك عمرو القضاء خرج بستوريات على السناب شات ووضح شو القصة. حكى عمرو القضاء انه ما في اي خلاف بيجمعه مع غيت مروان، واضاف عمرو القضاء انه في حدا بالفعل ما عزم وهذا الشيء اللي زعجه، فمين بتتوقعوا برايكم؟ والكلمه اللي طلعت انه اذا في عزايم ما راح اصير اجي عليها، والله العظيم ما هي شوفت حال، بس انا صار معي كذا موقف من اشخاص يعني صار عملوا عزيمه وعملوا كذا، يعني انا ما كنت موجود فيها، مش اشياء انا والله العظيم مش زعلان منهم ابدا، بس اللي بزعل منه انه هذا الشخص قدامك انت حبيبي وحياتي وروحي وعمري وسلام وهذا، وانت احسن واحد وانت احسن مصور وما شفت بحياتي زيك مصور، وتعال صورنا وانا اساعدهم واصور لهم اشياء ببلاش واعمل لهم اديت واتعب والله ياخذ من وقتي وقت كثير طويل، ولك اتذكر بكلمه عدد شخص واحد زياده ما حيأثر عليك، شخص واحد زياده ما حيكسرك، تفكر يعني لا تفكر شخص زياده ما راح يكسرك، ما راح اعمل لك شيء يعني عرفت، فعادي هي كلمه يعني انا اتضايقت منها صراحه، بس ان شاء الله حوصل لهذا الرقم وحيبطل عندي وقت اجي على عزيمك يا استاذ. كثير فكروا شغلات منهم عادي يبعثوا انه انت متهاوش مع غيث، انت غيث ما عزمك على عرسه، انت ما يا جماعه هاشي ما خصه ابدا، يعني بالعكس اصلا غيث يعني الكرت العرس بالدعوات كتبناها كنا قاعدين سوا، يعني انا وياه قاعد يسالني مين ها يعني عرفتوا، فكنا قاعدين سوا لما كتبنا كروت يعني العرس والدعوه والناس يعني، ف اصلا ما عزمني حاجه يعني غصب عنه مش كيف. المهم بس يعني صارت في كثير شغلات بالفتره الاخيره كثير خلتني اتضايق،